عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هناخد حاجة جديدة اسمها أسلوب النداء. يعني إيه أسلوب النداء؟ أنا دلوقتي بلعب مع أصحابي وعاوزة أنادي عليهم، هقول إيه؟ يا أحمد، يا محمد، يا مريم. اسمه إيه يا حبايبي؟ أسلوب النداء. طيب أسلوب النداء يتكون من إيه؟ من أداة النداء والمنادى. يعني إيه أداة النداء؟ يا. أداة النداء يا، المنادى الشخص اللي أنا بنده عليه. يعني مثلا يا محمد، يبقى يا محمد هنا أسلوب نداء. اسمه إيه يا حبايبي؟ أسلوب نداء. بيتكون من إيه؟ من أداة النداء اللي هي يا، والمنادى الشخص اللي أنا بنادي عليه محمد. وبعد كده بكمل الجملة عادي، بطلب منه حاجة أو بسأله عن حاجة. تعالوا نقول أمثلة. ضع الأسماء الآتية في أسلوب نداء. ليلى، عاوزة أنادي على ليلى وأطلب منها حاجة، هقول إيه؟ هستخدم أسلوب النداء، أداة النداء يا، والمنادى هنا ليلى. يا ليلى ذاكري دروسك، يا ليلى ذاكري دروسك. حمزة، عاوزة أنادي على حمزة، هستخدم أسلوب النداء يا حمزة، يا حمزة اشرب اللبن. مريم، المنادى هنا مريم، هستخدم أسلوب النداء أو أداة النداء يا، يا مريم رتبي غرفتك. حور، هستخدم أداة النداء يا والمنادى هنا حور، هقول لها إيه؟ يا حور أطيعي والديك. أحمد، المنادى هنا اسمه إيه؟ أحمد، هستخدم أداة النداء يا عشان أكون أسلوب نداء، يا أحمد ساعد أختك. طيب تبحث مريم عن أصدقائها في أثناء اللعب. شايفين الحديقة الجميلة دي؟ مريم بتلعب فيها وبتنادي على أصحابها، يا أحمد، يا هنا، يا سمير. لاحظنا إيه يا حبايبي؟ أسلوب النداء، أداة النداء زي ما اتفقنا يا، المنادى هنا هي بتنادي على أصحابها مين؟ أحمد وهنا وسمير. أرسم دائرة حول الجمل التي بها أسلوب نداء. رقم واحد، يا محمد افتح الباب، يا محمد أسلوب نداء. رقم اثنين، يحب كريم المغامرات، ده أسلوب نداء؟ لا طبعا. رقم ثلاثة، ألعب مع أصدقائي، ده أسلوب نداء؟ برضو لا. رقم أربعة، يا أمي، أنا ناديت هنا على حد، يا أمي أين الطعام؟ يا أمي أسلوب نداء، أداة النداء يا والمنادى أمي. رقم خمسة، أحب تناول الخضروات، أحب تناول الخضروات، ده أسلوب نداء؟ طبعا لا. رقم ستة، أنهيت الواجب يا معلمتي، فين أسلوب النداء؟ يا معلمتي. أرسم دائرة حول أسلوب النداء ثم رتب كلمات لتكون جملة. هنرتب الكلمات الأول وبعد كده نشوف فين أسلوب النداء. هي نرتب الجملة هتبقى إيه؟ يا خالد ذاكر دروسك، فين هنا أسلوب النداء؟ يا خالد. رقم اثنين، أين اللعب صندوق أمي يا، نرتب الجملة، يا أمي أين صندوق اللعب، فين هنا أسلوب النداء؟ يا أمي أسلوب نداء. رقم ثلاثة، الماء يا تفضل جدي، يا جدي تفضل الماء، فين أسلوب النداء؟ يا جدي، أداة النداء يا والمنادى جدي. عبر عن كل صورة مستخدما أسلوب النداء كالمثال. محمد، هعمل أسلوب نداء، هنادي على محمد، هطلب منه إن هو يفتح الباب، هقول إيه؟ يا محمد افتح الباب، ده أسلوب نداء، أداة النداء يا المنادى محمد. طيب شايفين الصورة دي؟ عم صالح، هطلب منه حاجة، هنادي عليه، هقول إيه؟ يا عم صالح أحرث الأرض، يا عم صالح أحرث أو ازرع الأرض. رقم ثلاثة، مريم، هنادي على مريم، هستخدم أسلوب النداء، يا مريم انتبهي للدرس، يا مريم انتبهي للدرس. يبقى أسلوب النداء يا حبايبي يتكون من أداة النداء يا والمنادى الشخص اللي أنا بنادي عليه. هنا أداة النداء يا، المنادى محمد، عم صالح، مريم.
اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب النداء.